مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان، وفي أبرز عناوينها: وزارة النقل والاتصالات تؤكد أن السلطنة تدخل مرحلة جديدة في تاريخها الملاحي بانتقال الحركة التجارية من ميناء سلطان قابوس إلى ميناء صحارة. معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أمام مجلس الأمن الدولي: إن بلادي تدين كافة الأعمال الإرهابية والإنسانية التي يرتكبها ما يسمى بتنظيم الدولة اللا إسلامية. وفاة 9 مواطنين في حادث اصطدام شاحنة بعدد من المركبات في ولاية إبرة بمحافظة شمال الشرقية. وجماعة الحوثي تقصف مبنى وزارة الداخلية والتلفزيون في العاصمة اليمنية صنعاء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ماري لويس كوليرو بريكا رئيسة جمهورية مالطا بمناسبة الذكرى استقلال بلادها. تضمن التهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامتها وللشعب المالطي الصديق. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة كولفيل يونغ حاكم عام بليز بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. تضمن التهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامته وشعب بلاده الصديق. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيرج ساركسيان رئيس جمهورية أرمينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. تضمن التهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامته ولشعب بلاده الصديق. أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات على أن السلطنة تسطر صفحة جديدة في تاريخها الملاحي من خلال انتقال الحركة الملاحية التجارية من ميناء سلطان قابوس إلى ميناء صحارة، مضيفا أن ما يشهده السوق المحلي من تذبذب في سلسلة الإمداد من وإلى ميناء صحار في الوقت الراهن سببه هو عدم انتظام العمل بين كافة الأطراف المرتبطة بهذه السلسلة خلال تلك المرحلة الانتقالية. انتقال الحركة الملاحية التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار يعد خطوة مهمة في تاريخ الملاحة العمانية التي ستعمل على تعزيز المكانة التنافسية والتكاملية لموانئ السلطنة في جذب خطوط الملاحة الرئيسية والناقلات العملاقة، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به السلطنة على الخارطة الملاحية الإقليمية باعتبارها بوابة بحرية لأسواق دول منطقة الخليج والدول الأخرى، مستفيدة كذلك من وسائط النقل البرية والجوية والسكك الحديدية التي ستربط موانئ السلطنة بهذه الأسواق، وهو ما سيسهم في تشجيع الاستثمار ورفع حجم الصادرات والواردات من وإلى الأسواق العالمية. وزارة النقل والاتصالات أكدت أن ما يشهده السوق المحلي من تذبذب في سلسلة الإمدادات من وإلى ميناء صحار في الوقت الراهن سببه هو عدم انتظام العمل بين كافة الأطراف المرتبطة بهذه السلسلة خلال هذه المرحلة الانتقالية، حيث أن تأقلم جميع الأطراف المستفيدة مع طبيعة العمل الجديدة ستستغرق بعض الوقت، كما أن الإسراع في تجاوب المجتمع الملاحي والتجاري مع كل ما يقتضيه هذا الانتقال من تعديل في نمط العمل وتضافر الجهود سيؤدي إلى اختصار المرحلة الانتقالية. الوزارة أكدت أيضا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على توفير خدمات مميزة ومتنوعة وخطوط نقل بحري مباشرة للمستثمر، والتي ستؤدي إلى انخفاض تكلفة الشحن البحري إلى مستويات أقل مما اعتاد عليه المستثمرين قبل الانتقال. ميناء صحار أكمل تجهيزاته لاستيعاب الحركة الملاحية الناتجة عن هذا الانتقال قبل الموعد المحدد لإغلاق النشاط الملاحي التجاري في مسقط، كما أكدت الوزارة إلى أن بعض العقبات واجهت إدارة الميناء تتعلق أبرزها في تدفق آلاف الحاويات الفارغة التي فاق عددها حاجة السوق المحلي، مصحوبة برحلات غير مجدولة للناقلات الملاحية،
في الوقت الذي استمر فيه الميناء استقبالها على مدار الساعة. وأكدت الوزارة كذلك على أن إجراءات التخليص والتفتيش أحرزت تقدما ملحوظا عما كانت عليه في بداية الانتقال، بعد أن تم فتح مكتب للتخليص الجمركي في مسقط، والذي سيعمل على تسريع الخروج من ظاهرة التكدس في ساحات التخزين ورفع مستويات الإنتاجية في مناولة السفن والحاويات. أدانت السلطنة في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي كافة الأعمال الإرهابية واللا إنسانية المرتكبة في العراق والشام، ووصف معالي يوسف بن علو بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية التنظيم المسلح بتنظيم الدولة اللا إسلامية، مؤكدا في الوقت نفسه دعم السلطنة للعراق في حربها ضد الإرهاب. هذا ودعا مجلس الأمن الدولي إلى دعم العراق في حربها ضد التنظيم المسلح. من جانبها طالبت واشنطن إيران بلعب دور في مكافحة انتشار تهديدات التنظيم. خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الأمن، أكد يوسف بن علوي أن الأعمال الإرهابية هي أعمال مدانة ولا إنسانية. إن الإرهاب الذي يعصف بالدول العربية مهما تعددت مسمياته وصنوفه وإن كانت دوافعه ومبرراته، يجب أن يعتبر عملا مدانا بكل المقاييس. وبالتالي فإن بلادي تدين كافة الأعمال الإرهابية والإنسانية التي يرتكبها ما يسمى بتنظيم الدولة اللا إسلامية في العراق والشام. العراق بلد الحضارة. العراق سوف يتمكن بدعم المجتمع الدولي من التغلب على هذه الآفة. العراق الذي بنى حضارة عبر التاريخ لا يمكن أن يهزم اليوم، ونحن جميعا في هذا المحفل الكريم معه نسانده في كل شيء. وقد دعا مجلس الأمن الدولي إلى دعم بغداد في حربها ضد تنظيم ما يسمى بداعش، وذلك في بيان تبناه اجتماع وزاري برئاسة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي ترأس بلاده مجلس الأمن خلال هذا الشهر. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تعزيز وتوسيع عملية دعم الحكومة العراقية في تصديها للمجموعات المسلحة. وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري طالب بتجفيف منابع تمويل الإرهابيين ومنع التجارة بالنفط والغاز التي يسيطر عليها الإرهابيون على حد وصفه، كما دعا إلى نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر. منع تدفق المقاتلين عبر الحدود وتجفيف منابع تمويلهم وعدم السماح لتجنيدهم أو الحصول على ملاذ آمن، ومنع التجارة بالنفط والغاز التي يسيطر عليه الإرهابيون. إن مكافحة الإرهاب مهما كان ناجعا عسكريا فلن يكون مستداما ما لم يكن شاملا، وهو ما أكدته استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. ونؤكد أن الإرهاب لن يزول ما لم نحارب الفكر التكفيري الذي يقوم عليه. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي إن التحالف مطلوب للقضاء على تنظيم داعش، وأضاف يجب أن يكون تحالفا شاملا وأن يشتمل على تعاون وثيق يجمع ضروبا متعددة من الجهود. هناك دور لكل دولة في العالم تقريبا بما في ذلك إيران. سيحكم التاريخ كيف تم التحرك وتحدي هذه المجموعات الشريرة، ولن يكون ذلك إلا عن طريق حلف وحملة دولية للتحطيم ودرء الخطر الإرهابي، سواء كان في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر حيث لن يجدوا مكانا آمنا. من مجلس الأمن بنيويورك، رضا أبو شفرة، تلفزيون سلطنة عمان. توفي اليوم في ولاية إبرة 9 مواطنين بعد اصطدام شاحنة بعدد من السيارات. وقالت شرطة عمان السلطانية أن الحادثة وقع في تقاطع العلاية بولاية إبرة بعد أن انحرفت شاحنة عن مسارها، ما أدى إلى اصطدامها بالسيارات المقابلة لها. وتدعو شرطة عمان السلطانية قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر والتخفيف من سرعة المركبات عند التقاطعات والأماكن المزدحمة مروريا وسكانيا. ونعزي من هنا أسرى ضحايا الحادث، ونسأل الله الرحمة
والمغفرة للمتوفين. وحول الحادث انضم إلينا عبر الهاتف العقيد صالح بن راشد الغيلاني قائد شرطة محافظة شمال الشرقية. العقيد صالح، ما هي المعلومات التي لديكم عن ضحايا هذا الحادث الأليم؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا نأسف ونحزن لمثل هذه الحوادث التي تقع بين في طرقاتنا بين الفترة الأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم جناته، وأن يلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان، ولهم منا خالص العزاء والمواساة. آمين. إن الله وإنا إليه راجعون. وطبعا الحادث وقع مساء اليوم بين ثلاث مركبات شاحنة قاطرة مقطورة من نوع صهريج كانت قادمة عن مسقط، ومركبتين صالون هونداي وإنفينيتي. الشاحنة طبعا كانت قادمة من مسقط إلى إبرة، وعند وصول نقطة الحادث في مثلث الثارتي طبعا كانت في حالة تجاوز وانحرفت طبعا من مسارها، ومثل ما اصطدمت بالمركبة الإنفينيتي في البداية وألقت بها خارج الطريق. وكان فيها طبعا أربع أشخاص، ومن ثم طبعا فقد السيطرة وصدم بالمركبة الأخرى اللي هي من نوع هونداي، وكان فيها أيضا خمس أشخاص. ناتج عن الحادث طبعا المركبة الأولى إنفينيتي فيها عائلة مكونة من ثلاث أشخاص عمانيين وامرأة من الجنسية الإماراتية. بالنسبة للهونداي السيارة الثانية فيها طبعا ايضا عائله ايضا كانت متجهه من ابراء الى مسقط، وفيها ايضا اسره مكونه من خمس اشخاص. طيب هنا العقيد صالح، هل تقاطع الاعلان المشار اليه من النقاط التي يتكرر فيها وقوع حوادث؟ نعم بالفعل، هو طبعا المثلثات في ابراء بشكل عام فيها اكثر من مثلث، ومن ثم في دراسه موجوده الان على اساس انه ايضا الشارع في دراسه بحيث انه يكون مزدوج شارع الابره، وهذه طبعا الان وزاره النقل والمواصلات قائمه بعمليه ان يكون مزدوج ومنتهي من هذا الجانب. وفي ايضا معالجه على اساس انه يكون في مطبات او قطع او تسكير بعض المثلثات الخطره اللي تعتبر النقاط السوداء. بين فتره أخرى فعلا جوابا لسؤالك، نعم في تحصل حوادث في هذه المثلثات. نعم. طيب العقيد صالح بن راشد الغيلاني قائد شرطة محافظة شمال الشرقية، شكرا جزيلا لك. تمكن أنصار جماعة الحوثي من اقتحام مبنى التلفزيون اليمني بالعاصمة صنعاء بعد انسحاب قوات الأمن، وقد انقطع بث التلفزيون اليمني فيما تدور اشتباكات عنيفة حول المبنى والمنطقة المحيطة به ووزارة الداخلية، في حين أعلنت الحكومة اليمنية عن حظر التجوال في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون حتى صباح يوم غد. يبدو أن المشهد الأمني في اليمن يتجه نحو مزيد من التعقيد، حيث تتواصل المواجهات المسلحة بين جماعة الحوثي وقوات من الجيش المدعوم باللجان الشعبية لليوم الرابع على التوالي، مخلفة عددا من القتلى والجرحى من الطرفين. وقد قام الحوثيون بقصف مقر الفرقة الأولى مدرة، واستهدفوا مبنى التلفزيون الرسمي بقذائف الهاون، ما أدى إلى توقف البث لفترة محدودة. وقد اتسعت رقعة المواجهات المسلحة في شمال وغرب العاصمة لتنتقل إلى محيط وزارة الداخلية في وقت سمعت فيه أصوات انفجارات في منطقة مذبح. وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتوازي مع الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الحالية ويوقف الحرب في صنعاء. يبدو أن الوضع بدأ يتجه إلى التعقيد في اليمن، وما حصل اليوم هي يعني مشكلة كبيرة ومأساة. الناس فزعت في هذا العاصمة التي يعني تشهد السلام وتنشد المحبة بين أبنائها، لكن الأوضاع السياسية تأزمت، ويبدو القادة السياسيين أيضا يتحملوا جزء الأكبر والوحيد في هذا المشكلة. ما حصل اليوم من صراع داخل العاصمة يدل أن هناك تفاقم وتراكم لأزمات بعيدة المدى. إلى ذلك أمهل الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي الحوثيين مدة 12 ساعة للتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة الحالية ووقف القتال في صنعاء. وأشار مصدر رئاسي إلى أن الرئيس هادي أكد أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء التصعيد الحوثي،
وذلك في إشارة إلى استخدام القوة لوقف الزحف الحوثي. السيد جمال بن عمر أعتقد أن بقاؤه لمدة 3 أيام في الصعدة لم تجدي نفعا، وعاد كما ذهب، والدليل على في هذا المنحى أنه عند عودته إلى رئيس الجمهورية يبدو واضحا من خلال المهلة التي حددها رئيس الجمهورية للحوثيين بالتوقيع على الاتفاق خلال 12 ساعة. وقد تسببت المواجهات المستمرة والقصف المتواصل والانفجارات العنيفة في نزوح أعداد كبيرة من المدنيين هربا من المشهد الدامي، في وقت أعلنت كل من جامعة صنعاء ووزارة التربية والتعليم عن إيقاف الدراسة بهما. يبقى التوتر هو المسيطر على الأجواء في العاصمة اليمنية صنعاء في ظل ارتفاع المخاوف من اتساع دائرة المواجهات، ويترقب اليمنيون ما ستؤول إليه المفاوضات السياسية التي يجريها المبعوث الأممي. جمال الأشول، تلفزيون سلطنة عمان، صنعاء. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مراسلنا في اليمن جمال أشول. جمال، أين أنت الآن لتصف لنا المشاهد التي أمامك وآخر التطورات في ظل الحدة التي بلغتها الأزمة في اليمن وتفاقمها إلى هذا المستوى؟ نعم، الأمور متوترة جدا على الأرض. أين أنت الآن؟ أين أنت الآن بالضبط؟ أنا الآن في وسط المدينة، هناك مؤتمر صحفي للسيد جمال بن عمر سيعقد بعد قليل من الآن، وأنا الآن متوجه لحضور هذا المؤتمر الصحفي. صف لنا المشاهد يا جمال، صف لنا المشاهد التي أمامك. نعم، الوضع عند التلفزيون متوتر جدا. الآن جاء أثناء أنباء بأن المسلحين الحوثيين اقتحموا مبنى التلفزيون وسيطروا عليه بالكامل، وهناك الآن تعزيزات عسكرية وأمنية تصل إلى محيط التلفزيون في محاولة لإخراج الحوثيين واستعادة السيطرة عليه. هناك معارك الآن عنيفة جدا في محيط التلفزيون وفي داخل مبنى التلفزيون، هناك العديد من القتلى والجرحى، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم لإخراج هذه الجثث وهؤلاء الجرحى. في منطقة الصوفان الناحية الشمالية من العاصمة صنعاء قبل قليل كان هناك أصوات انفجارات عنيفة، هناك أنباء بأن الحوثيين قاموا بتفجير منازل الشيخ حميد الأحمر وبعض المحسوبين على التجمع اليمني للإصلاح في منطقة الصوفان. طيب جمال، أنت تؤكد أن مبنى التلفزيون الآن تحت سيطرة الحوثيين، لماذا استهداف مبنى التلفزيون برأيك؟ نعم، بحسب ما جاء من الحوثيين بأن مبنى التلفزيون هو يقع أعلى تبة مسيطرة تطل على العاصمة صنعاء، قالوا بأنهم يقوموا باستهداف المعتصمين الحوثيين من تبة التلفزيون، اللواء المتمركز في هذه المنطقة بحسب تصريحات الحوثيين يستهدف المعتصمين في شارع المطار، لأن التلفزيون يقع بالقرب من شارع المطار، وبهذه الحجة قام الحوثيون باقتحام مبنى التلفزيون وهم الآن يتمركزون في هذا المبنى. توقف البث لفترة محدودة، لكن الآن عاود البث مرة أخرى، ولكن أعتقد أنه لم يتم البث من التلفزيون وإنما من عربة خارجية. البث الآن متواصل ليس من المبنى ذاته وإنما من عربة بث خارجية. نعم، وماذا الآن على شاشة التلفزيون اليمني؟ نعم، الآن موجودة نشرة الأخبار تأتي من التلفزيون اليمني، ولكنها البث لا يأتي من التلفزيون وإنما كما قلت من عربة احتياط أخرى موجودة بخارج التلفزيون. طيب، بماذا تفسر جمال ارتفاع حدة المعارك بين الطرفين في وقت كان قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما كما ذكرت المصادر؟ نعم، الرئيس هادي أعطى الحوثيين مهلة 12 ساعة للتوقيع على الاتفاق، الآن قبل ساعة انتهت هذه المهلة، ربما أن الحوثيين الآن سيوافقون على التوقيع على المبادرة بعد انتهاء المهلة. هناك الآن كما قلت بعد قليل مؤتمر صحفي للسيد جمال بن عمر، ربما يعلن فيه أن الأطراف توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لأن الرئيس هادي كان قبل قليل في اجتماع مغلق مع السيد جمال بن عمر وتدارسوا الموقف، وربما يكون هناك انفراجة الساعة 10 بالتوقيت المحلي يعلن عنها السيد جمال بن عمر. نعم. طيب، ذكرت المصادر أن هناك تواجد كثيف للجيش في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وأنت تتكلم عن ربما بوادر لإنفراج أزمة، على ماذا بنيت هذه التوقعات جمال؟
الرئيس قبل قليل كان مجتمع كما قلت مع كبار مستشاريه ومع السيد جمال بن عمر وتدارسوا بنود الاتفاق، أعادوا دراستها من جديد، وربما أن الرئيس قدم بعض التنازلات لحقن الدماء. الأوضاع متوترة جدا، اللجنة الأمنية العليا الآن أعلنت حالة الطوارئ شمال صنعاء ومنعت حظر التجوال في محافظة صنعاء وفي شمال وغرب العاصمة. هذه الأمور ربما دفعت بالرئيس هذه إلى تقديم بعض التنازلات والموافقة على بعض الشروط التي تقدم بها زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وهذا هي عبارة إلى الآن عن تكهنات وليست حقيقية 100%. ربما بعد أقل من ساعة من الآن يتبين لنا الصورة الواضحة من خلال السيد جمال بن عمر. طيب، ما هو حجم القوة التي يمتلكها الحوثيون حتى باتوا يدكون العاصمة صنعاء، يستهدفون التلفزيون، وزارة الداخلية؟ واضح أن هذا الرقم الصعب في قوة متزايدة، ليس كذلك؟ نعم، الحوثيون الآن أصبحوا رقما صعبا. هم سيطروا في محافظة عمران وفي محافظة صعدة قبل فترة من الزمن على بعض الألوية العسكرية، استولوا على معدات ألوية بأكملها، ألوية مدرعة، ألوية مدفعية، ألوية مشاة. لديهم الآن أسلحة ربما توازي أسلحة الدولة، لديهم الدبابات، لديهم المدافع، لديهم الصواريخ، لديهم كل أنواع الأسلحة. فهم الآن أصبحوا قوة لا يستهان بها. الآن هم مسيطرين على العاصمة صنعاء من محيط العاصمة، كذلك في داخل العاصمة هم يسيطروا على كل أجزاء العاصمة إن صح التعبير الآن. نعم. طيب، جمال الأشول مراسلنا في اليمن، شكرا جزيلا لك. وافقت فرنسا وألمانيا على إقامة جسر جوي مع الدول الإفريقية التي ينتشر فيها فيروس إيبولا، واتفقت الدولتان على إرسال نحو 100 طن أسبوعيا إلى ليبيريا وغينيا وسيراليون، بالإضافة إلى مستشفيات ميدانية وأطباء وطواقم تمريض ومعدات لوجستية ونقل جوي طبي. وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتبر خلال اجتماع له يوم أمس فيروس إيبولا يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، داعيا إلى التحرك لوقف تفشي الوباء في غرب أفريقيا. مرض فيروس إيبولا هو مرض يصيب الإنسان وغالبا ما يكون قاتلا، ويصل معدل الوفيات في الإصابات التي يسببها المرض إلى 90%. حمى الإيبولا النزيفية تتركز في القرى النائية الواقعة وسط أفريقيا وغربها، وتكثر بالقرب من الغابات الاستوائية المطيرة. ينتقل فيروس الحمى إلى الإنسان من الحيوانات البرية، وينتشر بين صفوف التجمعات البشرية عن طريق انتقاله من إنسان إلى آخر. ينظر إلى خفافيش الفاكهة على أنها المضيفة الطبيعية لفيروس حمى الإيبولا. من أصل 3069 مصابا بمرض إيبولا، توفي 1552. نسبة الوفيات تتراوح بين 42% في سيراليون و 66% في غينيا. نشرتنا مستمرة وتشاهدون أيضا فيها. صناعة التصوير الضوئي والسينمائي تلتقي في معرض فوتوكينا في مدينة كولون الألمانية. وفي النشرة أيضا فيضانات القارة الآسيوية ولهيب نيران غابات أمريكا. تأسيسا على دور الغرفة وارتباطها الوثيق برواد الأعمال وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد بدأت الغرفة منذ البداية بتقديم ما يحقق الاستمرارية والتطور والنجاح لرواد الأعمال وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومؤخرا دشنت الغرفة مجموعة مبادرات معظمها يخدم الرواد والقطاع. نحن سننافس على الجائزة. بيتزا ميا أبدعتها أيدينا، لا سميكة ولا رقيقة، والآن 200 في علبة واحدة وبسعر واو. بيتزا ميا في علبة دبل بوكس الجديدة من بيتزا هات.
وزارة النقل والاتصالات تؤكد أن السلطنة تدخل مرحلة جديدة في تاريخها الملاحي بانتقال الحركة التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار. معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أمام مجلس الأمن الدولي. إن بلادي تدين كافة الأعمال الإرهابية والإنسانية التي يرتكبها ما يسمى بتنظيم الدولة اللا إسلامية. وفاة 9 مواطنين في حادث اصطدام شاحنة بعدد من المركبات في ولاية إبرا بمحافظة شمال الشرقية. الجيش اليمني يعلن حظر التجوال بعد سيطرة الحوثيين على مبنى التلفزيون. بعد أيام شهدت حضورا ملفتا اختتمت بالعاصمة الأوزبكية طشقند فعاليات المعرض الوثائقي عمان قريبة وإن كانت بعيدة الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالتعاون مع سفارة السلطنة بالجمهورية الأوزبكية والمؤسسة الدولية لأمير التيمور والمتحف الحكومي لتاريخ التيموريين. تختتم فعاليات المعرض الوثائقي عمان قريبة وإن كانت بعيدة الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بمتحف الأمير تيمور بالعاصمة الأوزبكية طشقند. المعرض جميل جدا ويعرض العادات وتقاليد الشعب العماني، ولا يمكن أن نعبر عن ما كل شفنا في كلمات قصيرة، ونعتقد أن مثل هذه المعارض يكون نموذجا لإطلاع على شبابنا على التاريخ الدول العالم ويقدمهم العلوم الثقافية أخرى أكثر. يهدف المعرض إلى إبراز المخزون الوثائقي وإطلاع الباحثين والدارسين والأكاديميين وطلبة الجامعات بمختلف تخصصاتهم على الموروث الحضاري لعمان لتعريفهم بالامتداد التاريخي وعمق التواصل العماني الذي يؤكد على قيمة الوثيقة العمانية وأهميتها التاريخية. الخرائط التي تشير إلى كيفية انتشار الإسلام من ساحل عمان إلى جاوة وإلى إندونيسيا، نشر الإسلام في تلك المناطق ليس بالسيف وليس بالقتال، بحسن معاملة التجار، بصدق التجار، بحسن أخلاقهم، بالنماذج وبالقدوة الحسنة التي قدموها لسكان البلاد الإصليين، فكان الإسلام إذن مصدر فخر. المعرض الوثائقي عمان قريبة وإن كانت بعيدة احتوى بين جنباته مجموعة من الوثائق العمانية المختلفة وبعض من الوثائق الدولية التي تحكي جانبا من التاريخ العماني التليد، بالإضافة لمجموعة من المخطوطات التاريخية التي تتحدث عن مواضيع مختلفة وأهم العملات والطوابع التي تعاملت بها السلطنة مع بلدان العالم. تمكن هذا المعرض أن ينقل عمان وحضارتها وتاريخها وتعريب بمكانة عمان التاريخية لدى الشعب الأوزبكي ولدى جميع القاطنين في أوزبكستان. كما اشتمل المعرض على مجموعة من الصور التي تبين العلاقات العمانية الأوزبكية وصورا لبعض ولايات ومحافظات السلطنة وأبرز المعالم الأثرية والسياحية، بالإضافة لمجموعة من المقتنيات الشعبية القديمة كالفضيات والسعفيات وملابس تقليدية تبين الزي العماني الأصيل. وسط إقبال كبير من الشعب الأوزبكي الذي تجاوز أكثر من 20,000 زائر منذ بداية المعرض، تختتم اليوم فعاليات المعرض الوثائقي عمان قريبة وإن كانت بعيدة لتظل عمان قريبة من العالم بتاريخها وحضارتها العريقة الضاربة في القدم، وبفضل السياسة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. بدر بن حمود نعبي لتلفزيون سلطنة عمان من متحف الأمير تيمور من العاصمة الأوزبكية طشقند. فوتوكينا معرض تجاري متخصص في مجال التصوير يقام كل عامين في مدينة كولون الألمانية بمشاركة أكثر من 800 مؤسسة من 132 دولة، ويضم فوتوكينا في دورته الحالية فعاليات مختلفة احتفالا بمرور 175 عاما على بداية التصوير الفوتوغرافي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
صناعة التصوير العالمية تلتقي في كولون، حيث معرض فوتوكينا الذي بدأ لأول مرة في العام 1924. عشرات المنتجات الجديدة في مجالات التصوير الضوئي والسينمائي تم إطلاقها في المعرض الذي يستمر حتى 21 من الشهر الجاري. جئت للبحث عن الجديد، خصوصا المعدات المتخصصة التي لا توجد حاليا في أسواق الدنمارك، وهنا بالطبع أتمكن من الوصول لكل المنتجين من مختلف دول العالم. ممثلون من أكبر الشركات المتخصصة في مجال التصوير والطباعة اجتمعوا لمناقشة مستقبل هذه الصناعة التي باتت تتطور بشكل متسارع، وكان الابتكار والخروج عن المألوف السمة البارزة في أغلب المنتجات الجديدة. من اللي شفته في المعرض تقدم التقني اللي حاصل صراحة تقدم كبير، وفي المستقبل أتوقع أن الكاميرات راح تكون أكثر تطوراً أو تكون أصغر، وأتوقع أن مصور فوتوغراف لازم الشيء يواكب التطور اللي حاصل الساعة. حضور مميز لأبرز الصور وأكثرها تأثيراً خلال العامين الماضيين كانت حاضرة في معارض متفرقة في أرجاء فوتوكينا. معرض فوتوكينا يجمع أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في مجال الصورة والفيديو، ويقام كل عامين في كولون بجمهورية ألمانيا الاتحادية. لتلفزيون سلطنة عمان، أحمد بن سالم الكندي. الصفحات الاقتصادية بين الزميل خلفان بن سعيد العمري. النشرة الاقتصادية برعاية السلام عليكم. أخبار الاقتصاد وتتابعون. دعما للمشاريع والبرامج التنموية، شركة ميثانول صلالة توقع على 7 اتفاقيات للمسؤولية الاجتماعية. وقعت شركة صلالة للميثانول 7 اتفاقيات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية لدعم وتمويل العديد من المشاريع والبرامج التنموية. جاء توقيع الاتفاقيات تحت رعاية معالي الدكتور رشيد بن صافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات. تجسيدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتواصلا مع المجتمع المحلي، وقعت شركة صلالة للميثانول 7 اتفاقيات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية التي تمولها الشركة لدعم العديد من المشروعات والبرامج التنموية. جاء ذلك في حفل العشاء السنوي الثاني الذي أقامته الشركة لشركائها بفندق روتانا صلالة. بالنسبة للاتفاقيات التي وقعت الليلة، هي سلسلة من اتفاقيات أو جزء من اتفاقيات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية. أكدنا للجميع بأنه ما تم توقيعه يجسد مدى شراكتنا في المسؤولية الاجتماعية مع المجتمع المحلي من خلال العديد من الاتفاقيات. احنا نركز على أيضا بعض المشاريع المتعلقة بالمؤسسة التعليمية. الاتفاقيات اشتملت على تمويل إنشاء وحدة لغسيل الكلى بمستشفى طاقة ومرباط، وتمويل 5 منح دراسية دولية بالتعاون مع رواد تكاتف، بالإضافة إلى تمويل شراء أجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتمويل شراء أدوات مختبرية لثلاث مدارس، وكذلك دعم الأنشطة الرياضية الصيفية بمحافظة ظفار، وإنشاء طريق للعائلات إلى كهف حيور بولاية مرباط. ما في شك أنه هذه الاتفاقية هي ضمن سلسلة اتفاقيات بشراكة أصيلة دائمة مع شركة صلالة للميثانول مشكورين، وهي داعمة حقيقة لجهود وزارة التنمية الاجتماعية في توفير الأمان الاجتماعي لقطاع
المعاقين وكبار السن. يأتي توقيع هذه الاتفاقيات للشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والمجتمع المحلي. لتلفزيون سلطنة عمان، محمد بن بخيت الشحري من فندق روتانا، محافظة ظفار. سجل إجمالي قيمة الصادرات السلعية للسلطنة بأنواعها النفطية وغير النفطية والسلع معادة التصدير بنهاية شهر مايو الماضي انخفاضا بنسبة 10.4% مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق. وعزت الإحصائيات الخاصة بالتجارة الخارجية للسلطنة هذا التراجع إلى انخفاض صادرات النفط والغاز، في حين سجلت الصادرات غير النفطية الارتفاع الوحيد بين الصادرات السلعية، حيث ارتفع إجمالي قيمتها والمسجل بنهاية مايو الماضي بنسبة 2.9% لتصل إلى 1.5 مليار ريال عماني. كما أظهرت الإحصائيات انخفاض إجمالي قيمة الواردات السلعية من المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية بنسبة 14.6% لتبلغ قرابة 4.6 مليار ريال عماني. عقد بمبنى البنك المركزي العماني جلسة نتائج إصدار شهادة الإيداع العمانية الإصدار رقم 884، وبلغ إجمالي قيمة الشهادة المخصصة 293 مليون ريال عماني. وأفادت النشرة الصادرة عن البنك بأن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات كان 13%، مشيرة إلى أن مدة تلك الشهادات تصل إلى 28 يوما، حيث سيتم استحقاقها في 15 من شهر أكتوبر المقبل. أنا أقدم لعائلتي دائما دجاج الصفاء الطبيعي والشهي، طازج ونقي. دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي، 100% عماني وحلال. الصفاء اختيارك الطبيعي الصحي والشهي. الصفاء. بدأ وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بمجموعة 20 اجتماعاتهم اليوم في مدينة كيرنز الإسترالية لبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي. وستبحث مجموعة 20 خلال اجتماعهم والتي تستمر على مدى يومين رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تشجيع النمو والاستثمار وتوفير فرص عمل والتعاون في السياسة النقدية وتنظيم الضرائب. انطلقت اجتماعات وزراء مالية مجموعة 20 يوم السبت في كيرنز باستراليا التي تتولى رئاسة الدورية للمجموعة حالياً. ويعمل المشاركون الذين يضمون أيضا رؤساء البنوك المركزية في دول المجموعة في الانتهاء سريعا من وضع قواعد تهدف لضمان عدم تكرار الأزمة المالية العالمية والتركيز على إنعاش النمو الاقتصادي العالمي الذي يعاني من التعثر حاليا، إلى جانب تطبيق قواعد تسهم في منع الشركات العالمية الكبرى من التهرب الضريبي. وكانت أستراليا قد قالت إنها ستطرح قواعد جديدة في عام 2017 تهدف لإغلاق الثغرات التي تتيح للشركات متعددة الجنسيات مثل جوجل وأبل التهرب من دفع ضرائب تقدر بمليارات الدولارات. وخلال مؤتمر صحفي مشترك قال جو هوكي وزير المالية الأسترالي إن حكومة بلاده عازمة على إلزام جميع الشركات والأفراد بدفع الضرائب المستحقة على أرباحهم داخل أستراليا. وأضاف هوكي أن مجموعة 20 تتوقع أن تحضر روسيا مؤتمر قادة دول المجموعة الذي تستضيف أستراليا في نوفمبر القادم بوصفها عضوة بمجموعة 20 رغم الاحتجاجات الدولية على التدخل الروسي في أوكرانيا. وكانت بعض الدول قد طالبت أستراليا بوصفها الدولة المضيفة بمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حضور القمة. دجاج الصفاء. قطع دجاج الصفاء. هل هناك المزيد؟ أنا أحافظ على صحة وسعادة عائلتي بتقديم منتجات الصفاء دائما. 100% حلال، 100% طبيعي وشهي، 100% عماني، طازجة وطبيعية وشهية مع كل لقمة.
أعلنت مصر اليوم أسعار شراء الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة، وذلك في إطار جهودنا لمواجهة أزمة حادة في الطاقة عن طريق تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار. وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر إن الحكومة قسمت أسعار شراء الطاقة من المحطات الشمسية إلى 5 شرائح تبدأ من 12 سنتا للكيلووات لمشاريع القطاع المنزلي التي من المتوقع لا تزيد قدرة أي منها على 10 كيلووات، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستقدم قروضا للمواطنين الراغبين في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بشروط ميسرة وفائدة تقدر ب4%. أصدرت المحكمة الأوروبية حكما بإلغاء القرار الصادر عن المجلس الأوروبي عام 2012 والقاضي بتجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من المصارف. وأشارت المحكمة إلى أن عدم وجود أدلة كافية بشأن التفاف البنك المركزي الإيراني على الحظر المفروض على طهران بسبب برنامجها النووي دفعها إلى إلغاء القرار. وكانت العقوبات الغربية المفروضة ضد إيران شملت مقاطعة المصارف وتجميد أملاك البنك المركزي، بالإضافة إلى مقاطعة استيراد النفط والمنتجات البتروكيميائية ومقاطعة التأمين البحري لناقلات النفط. أخبار الاقتصاد انتهت، شكرا لكرم متابعتكم وعودة إلى يوسف. النشرة الاقتصادية برعاية شكرا خلفان. شهد عدد من دول العالم كوارث طبيعية مختلفة من عواصف وعصيرة وحرائق. الزميلة ثريا الذهلية رصدت لنا بعض من هذه الكوارث في هذه الجولة الإخبارية. يجتاح بعضا من دول العالم العديد من الكوارث الطبيعية تسببت في الكثير من الخسائر البشرية والمادية. ففي الفلبين خلف الإعصار فانغوونغ 7 حالات وفاة على الأقل، وأجبر نحو 2000 شخص على النزوح للملاجئ المؤقتة هربا من السيول الجارفة والفيضانات، كما تقطعت السبل بآلاف الركاب في المطارات والمواني بعد إلغاء 10 الرحلات الجوية ورحلات العبارات بسبب حالة الطقس وارتفاع منسوب مياه الفيضانات إلى 2 متر في الأقاليم الشمالية والعاصمة مانيلا. أما في الهند فقد تم الإعلان عن 277 حالة وفاة نتيجة الفيضانات التي ضربت ولاية جامو وكشمير الهندية، والتي وصفت بأنها الأسوأ منذ أكثر من قرن. وتمكن عمال الإنقاذ من انتشال 74 جثة من مناطق مختلفة من وادي كشمير جرفتها مياه الأنهار. ومن الفلبين والهند إلى سواحل المكسيك، حيث انطلقت العاصفة المدارية بولو بسرعة فائقة لتقترب أكثر من منتجع لوس كابوس المكسيكي المطل على المحيط الهادي، ليكون بذلك ثاني إعصار من الدرجة الثالثة يضرب سواحل المكسيك في غضون أسبوع. وبينما تغرق دولا بمياه الفيضانات والأمطار الغزيرة، وتستعر النيران وحرائق الغابات في منطقة سيرا نيفادا الوعرة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، فلليوم 5 على التوالي تكافح طواقم الإطفاء للسيطرة على حريق كينغ الهائل الذي بات يهدد بتدمير 2000 منزل بعد أن قضى على آلاف الأفدنة من أراضي الولاية وغابة الدواردو الوطنية منذ اشتعاله يوم السبت الماضي. تذكير بالعناوين قبل ختام هذه النشرة. وزارة النقل والاتصالات تؤكد أن السلطنة تدخل مرحلة جديدة في تاريخها الملاحي بانتقال الحركة التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار. معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أمام مجلس الأمن الدولي. إن بلادي تدين كافة الأعمال الإرهابية والإنسانية التي يرتكبها ما يسمى بتنظيم الدولة اللا إسلامية. وفاة 9 مواطنين في حادث اصطدام شاحنة بعدد من المركبات في ولاية إبرة بمحافظة شمال الشرقية. والجيش اليمني يعلن حظر التجوال بعد سيطرة الحوثيين على مبنى التلفزيون.
أشكركم على حسن المتابعة، وعدنا الإخبار المقبل في تمام الساعة الواحدة بعد انتصاف ليل مسقط. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا وإلى آخر الأحوال الجوية، ومباشرة إلى غرب المحيط الهادي، حيث العاصفة المدارية فانغ وونغ والتي تقدر سرعة الرياح حول مركزها بحوالي 55 عقدة وتتحرك شمالا بمقدار 10 عقد أو بسرعة 10 عقد مقتربة من جزيرة تايوان خلال الساعات القادمة. مباشرة إلى آخر صور الأقمار الاصطناعية التي نشاهدها هنا، معظم أجواء السلطنة وشبه الجزيرة العربية خالية من السحب ومستقرة على بعض السحب التي تتكون هنا على مرتفعات الحجاز وجنوب شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى تدفق بعض السحب المتوسطة إلى سواحل السلطنة. حركة الرياح للنهار القادم، معظم الرياح تكون جنوبية شرقية على محافظة الوسطى 10 عقد وشمالية 15 عقدة على محافظة ظفار، فيما يكون البحر هائج إلى متوسط الموج على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع له 2.5 متر. هنا في أقصى شمال السلطنة في محافظة مسندم تبقى الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية نشطة، أحيانا تصل إلى 15 عقدة، ولذلك يكون البحر متوسط الموج ويصل أقصى ارتفاع له 2 متر. بشكل عام على بحر عمان تكون الرياح بين شمالية إلى شمالية شرقية 10 إلى 15 عقدة، والبحر هادئ الموج ويصل أقصى ارتفاع له 1.25 متر، فيما تصل الرطوبة النسبية إلى 90% في بعض الأحيان. إذن إلى توقعات الطقس في مسقط، الأجواء غائمة جزئيا في بعض الأحيان، ومسقط 32 درجة مئوية، في الرستاق وجنوب الباطنة قد تتشكل بعض السحب المحلية ودرجات الحرارة تبقى عند أواخر الثلاثينات، 33 هنا في شمال الباطنة في صحار مع احتمال تواجد بعض السحب، وفي خصب في محافظة مسندم الأجواء مشمسة ودرجة الحرارة عند أواخر الثلاثينات. شمال الشرقية أيضا احتمال تكون بعض السحب المحلية في إبرة ودرجة الحرارة 40 درجة، أيضا هنا في نزوة في الداخلية مع احتمال تشكل بعض السحب المحلية والتي قد تطال محافظة الظاهرة في عبري ودرجة الحرارة عند أوائل الأربعينات، وفي البريمي 40 درجة مع احتمال ظهور بعض السحب أيضا خلال فترة ما بعد الظهيرة. في صلالة الأجواء غائمة جزئيا ودرجة الحرارة 30 مع احتمال بعض الرذاذ خصوصا على المرتفعات الجبلية، في هيبة 38 درجة مئوية مع أجواء مشمسة. أما بالنسبة لجزيرة مصيرة فتبقى الأجواء فيها لطيفة ومعتدلة، حيث درجة الحرارة 30 درجة مئوية مع تدفق بعض السحب المنخفضة بين حين وآخر، كذلك هو الحال هنا في الأشخرة ودرجة الحرارة العظمى عند أواخر الثلاثينات وحول منتصفها هنا في صور في جنوب الشرقية مع احتمال أيضا تشكل بعض السحب على المرتفعات الجبلية خلال فترة ما بعد الظهيرة. كان هذا كل ما لدينا من أخبار للطقس حتى الساعة، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.